اكد اشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب ان شركه روتانا للانتاج رفعت ثماني دعوى قضائيه ضد موكله وقال انه فوجئ بادانه الشركه للهضبه بمبلغ مليون دولار وان بقيه القضايا تتعلق بمنع دياب من الغناء وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص واشار الى ان دياب لم يرفع اي دعوى قضائيه مطالبا بالتعويض من الشركه وانه لا يسعى الى ذلك ويتمنى انهاء الازمه مع الشركه بالتصالح